مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا، وحنا في هالاثناء كنتواجدوا بمنزل شاب من الشباب اللي كاي شاب في الطفوله كيحلم انه يكون يحقق شي حاجه في حياته. اشرف كان كيتمنى انه يكون مغني مشهور، انه يحيي حفلات، انه يحضر مهرجانات. يعني من الطفوله ديالو كان شارك في حفلات ديال كنعرفوا المدرسه العموميه، لانه هو خد التعليم ديالو بالمدرسه العموميه. من كبر لقى صعوبه انه يحقق ديالو، على حسب القول ديالو قال لك ما لقيتش اللي يشد بيديه، ما لقيتش اللي يوريني، ما لقيتش اللي حتى باش انني نسقلها، تسدوا عليه البيبان، ما توفقش في الدراسه ديالو، جهل الحرفه، مشى لتصباغت، مشى وانتهى به المطاف. البائع متجول اشرف في العمر ديالو 23 عام بغى يتقاسم التجربه ديالو في الحياه بصفه عامه، والحلم ديالو اللي اليوم عاود حيا عنده، وباقي كيتمنى وباقي كيترجى انه في يوم من الايام غيغني قدام الجمهور وغيصفق عليه الجمهور. اهلا بك اشرف، شكرا للضيافه. شكرا على حضوركم بعدا معنا هنا في المنزل ديال الاخت ديالي، وكنشكركم بزاف على الاستضافه اللي استضفتوني واللي كاينو. اول حاجه كنبغي نوصل ميساج لجميع المشاهدين اللي كيشوفوني، ان الاسم ديالي اشرف بن نار، من مواليد 1997، زيد في شهر واحد نهار 15 من في الدار البيضاء. انا كنت كنقرا بحالي بحال جميع الاطفال الى اخره، غير اللي كاين هو ان كله كيدار لي الله المشاكل، ما كاينش اللي ما خطاناوش المشاكل ديال الوالدين مثلا الى اخره. المهم انا اللي كاين الخوت، يعني دزتي من طفوله عاديه كسائل الوليدات واحد الشريحه مهمه من اللي كاين اختي، بمعنى كنت باغي نوصل حتى انا، يعني لما قريت كنت باغي نوصل ندير حتى انا علاش رجع. وكانت عندي واحد الموهبه اللي ما استغليتهاش، وبزاف كان عندي حلم انني نكون فنان من الفنانين، ونكون نهز الرايه ديال المغرب ان شاء الله في شي بلد اخر الدول الاوروبيه. وكنتمنى من الله على هادشي. تفضل كنتمنى من الله كما قلت لك استاذ، اسمحي لي، وكنتمنى من الله كما قلت لك استاذ يعني نطور في هذا المجال هذا ديال الغناء، ولا شجعوني الناس، راه انا يعني كندعي معاهم من قلبي والى اخره. هادشي اللي واخا، ولكن قلتي في الصغر كنتي كتشارك في الحفلات. كانت عندي تجربه في الحفلات وديال المدارس، كنت كنغني في مدارس لانيماسيون بحال هاد المسائل، وكنت كنغني كاع في يامة المدرسة، كنت كنغني مع الدراري الأصدقاء ديالي على برا كنغنيو، وكانوا كيشجعوني بعض الأصدقاء وبعض الأقارب في الحي عندنا، وأنا كبرت في واحد يعني في واحد الحي شعبي إلى آخره. واخا، وما حاولتيش أنك تمشي للمعهد، أنك يعني تصقل الموهبة ديالك، تطور منها، تخدم على صوتك؟ متفق معاك، انا ماشي ما فكرتش في هذه القضيه استاذه، وانما انا فكرت فيها مزيان، فكرت ولقيت بيد واحد السيد هو اللي كان سمعني نيت كنغني غير بالزنقه، سمعني كنغني بالزنقه، وجا عندي وقال لي ودي راه تبارك الله راه الصوت عندك زوين وهادي والى اخره، الا بغيتي تمشي عندي راه عندي واحد يعني بحال استوديو. نعم، عنده بحال استوديو فسميتو في نادي الشباب، جيت المهم مشيتي عنده الشباب. مشيت عنده وبديت كنتعلم وداك الشيء، غير بعض الصعوبات فهمتيني، بعض الصعوبات العائليه هما اللي ما خلاونيش انني نكمل في هذاك الميدان. الاخ ديالك كان ما خلاكش تستمر؟ هانتي فهمتيني استاذ، علاش؟ حيت هو كيقول لي هذاك الطريق مثلا الى اخره. خوك شي اللي كاين، والحمد لله دابا حنا راه تفاهمنا والى اخره، ودابا عاد يعني انا ما كرهتش دابا حاليا، ما كرهتش انني نفرغ هذيك الموهبه اللي عندي في الجسم ديالي وفي العقل ديالي، واش فهمتيني؟ في الصوت ديالك. الصوت ديالي مازال ما سمعنا صوتك، يلا غنسمعوه. ولكن قبل يعني، ومني ما تحققش الحلم ديالك، شنو درتي في حياتك اشرف؟ خدمت، مشيت تعلمت صنعه مع الاخ ديالي بلومبي، من بعد بلومبي خدمت بانيتور،
من بعد البانيتور تعلمت مزيان، خدمت جليجي، خدمت جارديني، درت سونتر ديال درت سونتر ديال الفريغو سيك والكليماتيزاسيون وما كملتش فيه. الحمد لله على كل حال. يعني اشرف عرى على كتافه ديال بصح اخوك مير دو ديال بصح. ما خليتش في اش من شركات خدمت، خدمت في شركه ديال عين السبع سوميكا وداك الشيء ارزاق اختي. واليوم كتبقى بائع متجول. انا بائع متجول حاليا، لي زاكسسوار ديال السيارات كنبيع هنا نبيع هنا، داكشي اللي جاب الله كناكلو مع الوالدين والى اخره، هادشي اللي كاين. وشنو اللي خلى الحلم يرجع؟ الحلم اللي خلاني يرجع هو انني ما نكذبش عليك، ملي جيت مثلا عند لقيت رجل الاخ رجل الخوادريه ديالي هو اللي مسكين حس بيا، فهمتيني، هو اللي حس بيا والصراحه ودارني ولقيت الخير فيه اكثر من شي وحدين، فهمتيني. هو اللي اتصل بينا، هو اللي اتصل بيكم وانا ما في خباري والو استاذ وداكشي اللي كاين. يعني واخا شنو اللون اللي كتغني؟ عزيز عليا الراي، انا كنغني الراي والشعبي. واخا ولا بغينا نسمعوا منك مقطع من الناس الراي ولا الشعبي؟ نتوما الشباب كتمشيو مع الراي بزاف، نقولوا الراي. الراي واخا نغني واحد أغنية ديال الشاب عمرو. تفضل. ذكريات بيني وبينها بلا ما نشعر نذكر اسمها، في بالي ونفكرها هاي هذيك عمري هذيك الطوب، خيالها بين عينيا من بدلها بمال الدنيا، هي الاولى والتالية غير هي وندير ستوب. ذكريات بيني وبينها بلا ما نشعر نذكر اسمها، في بالي ونفكرها هذيك عمري هذيك الطوب، خيالها بين عينيا من بدلها بمال الدنيا، هي الاولى والتالية غير هي وندير ستوب. ذكريات بيني وبينها بلا ما نشعر نذكر اسمها، في بالي وفكرها هذيك عمري هذيك الطوب، خيالها بين عينيا من بدلها بمال الدنيا، هي الاولى والتالية غير هي وندير ستوب. نعطي لعمري كاع اللي بغات، بغات الكبدة داتها ويدرني خاطري ويلا بكات، ما نبغيش اللي يجرحها، يا قصة طويلة بيني وبينها بلا ما نشعر نذكر اسمها، في بالي ونفكرها هذيك عمري هذيك الطوب. تبارك الله عليك اشرف. اشرف شكون المغني في مغنيي الراي اللي اشرف كيستمد منه طاقه، كيبغي يقلدو كيبغي؟ كيعجبني اولا كيعجبني الشاب مغني الشاب رايان، كيعجبني مهدي مزاين الاغاني ديالو، كيعجبوني بزاف ديال المغنيين. الحمد لله عندنا دابا الشباب تبارك الله في المغرب كيطوروا المهارات ديالهم في الموسيقى، والحمد لله هذا هو الربح. يعني كاينين لي زوطخ بزاف مني من لي شونسون داكشي، فهمتي هادشي اللي كاين. واشرف مازال غيمشي ورا الحلم ديالو؟ كنتمنى من الله ان شاء الله ويكون الخير، ولا شجعتوني وداكشي اللي شجعتوني الناس اخوتي اخواتاتي مواتي باواتي راه يكون الخير ان شاء الله. هادشي اللي كاين، حيت انا ولد حي شعبي، مواطن عادي مسالم بحالي بحال اي شاب كان باغي يحقق يحقق الحلم ديالو، ولكن الظروف شاءت انه خرج من الدراسه ديالو الى اخره، والحمد لله على كل حال. الحمد لله الا بغيتو توقفوا معايا الناس راه ما يكون الخير ان شاء الله، وراه غيكون الخير وغنضربكم ان شاء الله من هنا لقدام، راه غادي نطور انا ان شاء الله في الموسيقى ان شاء الله. تبارك الله عليك اشرف، ونتمنوا لك مسار موفق. والنداء اشرف وجه نداء للمشاهدين انهم يدعموا ان شاء الله باذن الله تعالى. نتمنوا نشوفوك اشرف تخدم على الصوت ديالك مزيان، تطور الموهبه ديالك مزيان، ونشوفوك ان شاء الله في محافل ونشوفوك في حفلات باذن الله تعالى. مشاهدينا شكرا للمتابعه، ونشجعوا جميع اشرف، الى اللقاء.